مهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي ورئيس الحكومة السابق عام 2014، مرحبا بك في نوات. بارك الله فيك. اليوم مترشح للرئاسيات السنة 2019، رئاسيات قبل أوانها بحزب البديل. شنو البديل اللي طارحينه؟ حبينا نكون حاجة مختلفة على الوفرة اللي موجودة توا في الأحزاب. تعرف احنا مناش جايين من سياق حزبي، جايين من سياق آخر، نجم نقوله سياق الدولة، إيماننا بالدولة. حبينا نكونوا إطار قانوني اللي هو حزب، تنجمش تعمل حاجة أخرى لجمعية تكون فيه الهدف هو حلمة، هو مشروع، هو رؤية غير ما نعقدها. يعني عندنا أفكار في إصلاح، عملية إصلاح كبرى للدولة. والهدف الثاني هو جلب شباب، جلب جيل جديد ما هوش في الساحة السياسية اليوم، ولكن انديسبونسابل، لازم باش تكون عملية الإصلاح متواصلة، وباش نعطيه نفس جديد للدولة، وباش ندخلوا زي ده كيف كيف في القرن 21 اللي لازمه شباب. بالرغم أن الظروف صعبة، احنا عنا نفس طويل إن شاء الله ومدى طويل. هذه فكرة البديل ما هوش قائم على إيديولوجيا، قائمة على رؤية كاملة لتونس، وقائم على مستقبل تونس، منابع زي ده كيف كيف من تحليل ودراية بالشأن الداخلي لتونس، ودراية بالتحولات العالمية والإقليمية. سمحني، هنا تقول مختلفين، حاملين الرؤية، حاملين المشروع، حاملين الحلم، وعملتوا حزب. وين الخصوصية في هذايا الكل؟ أي حزب اليوم موجود، أي طرف سياسي، أنت قلت ما عملناش جمعية، فما ناس عملت جمعيات باش تنشط في السياسة وباش تترشح للانتخابات، لكن اليوم شنو هي الخصوصية نتاع هذايا الكل؟ سمحني، ما الكلام هذا الكل حابين تطرحوا بديل شامل، حزبكم يعرف نفسه كحزب وسطي، شنو معناه؟ يعني حزب وسطي كنحطوا مثلا ثلاثة كلمات باش نحيوا شوية ضبابية على الهوية هذه اللي هي ثلاثة كلمات. قبل كل شيء نمنوا بالدولة ونمنوا بعلوية الدستور، ما فيش إلى جانب لا إيديولوجي لا حتى شيء. احنا في تركيبة الدولة فما فضاء عام، يعني الدستور هو اللي يغطيه، ومن بعده القوانين ومن بعد القواعد، وفما الفضاء الخاص اللي هو نمنو زاد كيف كيف بالحريات الفرديه. هذا في مجملها. ونمنو زاد اللي ما فماش كان الجانب السياسي في الامور، فما جانب سياسي ولكن فما جانب اقتصادي مهم، جانب اجتماعي مهم. فهي ماهيش قائمه لا على ايديولوجيه، قائمه على نظره مستقبليه استشرافيه. فهذا مختلف على جميع الطروحات اللي موجودة. وزيد فما جانب احنا يعني نتغاضوا عليه مهم، مهما كان المشروع ومهما كانت قوة المشروع اللي عندك، أهم المشروع الناس اللي باش تحملوا مقدرتهم على التسيير، كفاءتهم في جميع المجالات، من المجال التسييري، المجال الاقتصادي، المجال السياسي، المجال الاجتماعي. فاحنا هذا علاش قائم البديل ومختلف. يعني تشوف حتى في نشأة الأحزاب اللي موجودة اليوم، يعني كل واحد شنو نشأته، فما واحد قائم على معناها نشأة إيديولوجية، الآخر قائم على نقيض إيديولوجيا. ما شفت حتى حزب قام على مشروع استشرافي للبلاد، مشروع متكامل قابل للتنفيذ بأفكار حلول جاهزة وجاهزة للتنفيذ. هنا حلول جاهزة للتنفيذ وكل شيء، يذكرنا بحاجة، وحاجة برشا الناس عارضتها، والخط هذا موجود على المستوى العالمي زاد، فكرة الكفاءة، فكرة النجاعة، فكرة نفي الإيديولوجيا واللي تنجم توصل حتى لتقزيم الجانب السياسي. خاطر أنت توا سمحني قلت السياسة مش سياسة كهو الاقتصاد والمجتمع وكل شيء، لكن السياسة هي طرح رؤية للاقتصاد، للمجتمع، للثقافة، للبيئة وغيرهم من المواضيع هذية. فكرة النجاعة اللي حكيت عليها والبرنامج والقدرة الاستشرافية، ذكرنا برشا بمقولة أمبراند خلقته وقتها أنت كنت رئيس حكومة عام 2014، اللي هو ستارتاب ديموكراسي. هل أنه ممكن نسيروا بلاد بنفس الغيفليكس وبنفس الطريقة اللي نسيروا بها ستارتاب ولا ميم انتربريز كبيرة؟ لا، خلينا ناخذ ونحط كل شيء في نصابه. المتأكد كوننا ما نجموش نسيروا بلاد بالسياسة السياسوية، هذه اللي نقصد بها السياسة. لا ما تنجمش، هاو النتائج قدامك ما شاء الله، يعني ما غير ما نسميوها المواطن يحس بها، تحس بها في الـ في في الـ في الديمونسيون ماكرو. فهذا المعنى متاعنا، لازم السياسة، وما نجموش نسيروا دولة كما نسيروا ستارت اب. هذيك ستارت اب
في البراندينغ نتاع البلاد. ستارت اب تعرف انتم شباب وتعرفوا نحبوا نعطيو معناها فكره على تونس كون هي شابه بشبابها. شو معناها ستارت اب؟ فيها الابتكار، فيها الشجاعه، فيها الاقدام، فيها تبدا صغير وتكبر. هذه الفكره نتاع ستارت اب. لكن تسيير الدوله عنده مقاومته. فكره ستارت اب توا كي راهو البلدان الكبار اللي خذوا معناها امريكا فرنسا وكل شيء، حتى لتوا اكثر من 65% من الستارت اب يفشلوا في البلدان هذه. لا سامحني انا باش نقول لك حاجه، احنا سي اون ايدي تري سيدفيزونت. لا تري سيدفيزونت اون دون لا رياليتي، انتم تعرفوا نفسكم كحزب واقعي. كومبيان لي سيدفيزونت سيت ايدي اللي بعد ما بين الثلاثه كي جا ماكرون شنو سمى فرنسا؟ ستارت اب نيشن. ماكرون عرف اكبر حركه احتجاجيه في الجمهوريه الرابعه في اي فرنسا. ولكن معناها كيف تسمي ستارت اب فرنسا معناها مش حجم صغير، بالعكس ستارت اب تاخذ الجانب الايجابي فيها اللي هي فيها المجاسفه والشجاعه. وانتم تعرفوا الشباب كي تدخلوا في ستارت اب على فكره النجاح. فهذه تسمع على الاقل نقول لك حاجه، البرلمانيه الاوروبيه على الاقل نقول لك حاجه انا الايماج اللي عطاتها لتونس كانت طيبه، وعملنا ستارت اب انفستين تونيزيا ستارت اب ديموكراسي، وكانت اكثر فرصه لاستجلاب على الاقل الانتباه للاستثمار. ولكن ما يقتصرش كان على هذا، ما نحصرهاش في ستارت اب ديموكراسي. احنا الرؤيه بتاعنا راهي متكامله في بناء الدوله، يعني في بناء الدوله باركانها، نبداو من الدستور، من علويه القانون، من فرض القانون الى الجانب الاجتماعي اللي لازم تكون دوله حاضنه. ناخذوا الجوانب الاخرى، جوانب الامن القومي، جوانب العلاقات مع الخارج. فما نحصروهاش في جانب واحد، هو مشروع متكامل. ما نحبوش نحصروه لا في جانبه السياسوي ولا في جانبه الاقتصادي البحث، يلزموا مشروع متكامل، ويلزم الناس اللي قادره، خاصة الناس اللي قادرة تحمل هالمشروع هذايا وتنفذه. في نفس الوقت تحكي على حكومة 2014 اللي كنت رأستها. في الفترة هذيك الدين العمومي التونسي زاد من 34 ألف مليون دينار ولا 41 ألف مليون دينار. لا ما عندناش نفس الأرقام هذه، شوف لي ناس بالعكس أكثر فترة. هذه أرقام وزارة المالية. أنا أعطيك الأرقام عندي، ما عندناش نفس الأرقام اللي مستقيها على كل. مقارنة بكل الفترات، هي الفترة اللي نسق معناها نتاع الدين العمومي انخفض أكثر منك. الديفيسيت العجز اللي هو من ضمنه يتولد الدين العمومي، العجز هبطناه بنقطتين في سنة. هذا بيرفورمانس مش على مستوى تونس، على مستوى المنطقة يعني مشهود لها. التضخم زاد باكثر من نقطه. لا لا لا، تحول 5.8% لا مش في ديسمبر 2014. لا ما لا سامحني ما عندكش الاعداد، يلزم نخرجوا لك ارقام وزاره الماليه التونسيه بعد الانترفيو. لا لا كنت رئيس حكومه وزاره الماليه، ما هوش جسم اخر ولا منظمه غير حكوميه ولا حاجه. اسمح لي مثال، بعد الانترفيو ثبت الارقام وصلحها ولا كونفيرمي. انا مثبت فيها زاد 4.8 نسبه تضخم، اقل نسبه تضخم موجوده من الثوره، موجوده عام 2014. هنا فما اختلاف في الارقام ثبت. لا لا ثبت من سيت وزاره الماليه سي جونواغ سور بلون معناها. حتى انا عندي المعطيات الصحيحه. خلينا من الارقام، حكيت على هيكله الحزب وكل شيء وعلى وجود قواعد اليوم وكل شيء، لكن فما حاجه صارت تذكرنا بممارسات العديد من الاحزاب، انه اولا وجه ما يمثلش بديل، هو وجه من التيار السائد خلينا نقولوا من نيدي تونس. نحكي هنا على سي فوزي اللومي كي ايتي كاتابولتي بريزيدون دو بيرو بوليتيك، ما غير انتخابات، ما غير ما يتعدى على كونغري، ما غير حتى شيء. هل انه هذه ممارسه تنجم تشكل بديل او تدل على ديمقراطيه معينه؟ لا، دخول فوزي اللومي ساعزز لانه هو طبعا يعزز شخصيه. لا شخصيه ناجحه خاصه. من اهم ممولين نيدي تونس اللي هو وقتها الحزب الحاكم. شوف ما تخلي انه شخصيه ناجحه فوزي اللومي، والشركات اللي يديروا فيها شركات عالميه ولو ذا تشامبيون، والحمد لله يصدروا في العالم كامل، فان شاء الله نلقى برشا منهم يعزوا البديل. هذه الحاجه الاولى. طريق دخول فوزي اللومي طريقه ديمقراطيه، لانه احنا في طور النشاه مازلنا ما عملناش مؤتمر، المؤتمر ان شاء الله في 2020. ادخل بموافقة كل المكتب السياسي، عرضنا الترشح بتاعه المكتب السياسي وكان فما يونانيميتي. ما نظنش
فما طريقه اسلم من الطريقه هذه. الخطوط العريضه للسياسه الخارجيه نتاع تونس شنو اللي يلزم يتبدل فيها؟ ونعرفوا كما قلنا من الاول بكل انت مترشح للرئاسيه، ومن اهم النشاطات ولي دومين دانترفونسيون نتاع الرئيس العلاقات الخارجيه والسياسه الخارجيه. هو كما قلت من اهم الصلاحيات والمسؤوليات نتاع الرئيس العلاقات الخارجيه، خاصه في الوضع الحالي وفي الوضع اللي يعيشه العالم يعني بالانفتاح. بطبيعة الحال فما ثوابت في الدبلوماسية التونسية لازم نحافظ عليها لأنها أثبتت نجاعتها، هذه ثوابت ترجع لعهد بوركيبة وفريقه والسياسيين الدبلوماسيين اللامعين اللي تولاوا المهمة هذه في البلاد. من هذه الثوابت هي سياسة الابتعاد عن المحاور، سياسة الحياد اللي نسموه الإيجابي النشيط، باش تكون عندنا علاقات طيبة مع محيطنا، علاقات طيبة مع كل الدول اللي مهمة لتونس، سياسة توظيف العلاقات الخارجية في خدمة الداخل وخدمة مصلحة الوطن والمواطن، هذا مهمين. اليوم كيف نشوفوا العالم ونفهموه، وأنا عندي تجربة في الجانب يعني عديت كارير بتاعي كل برا حتى في 2014 أنا اللي قدت الدبلوماسية التونسية. الشيء اللي لازم نفهموه اليوم، الدبلوماسية ما هيش كان سياسية ولا جيوبوليتيك. يعني 2014 أنت قد الدبلوماسية التونسية والرئيس في الوقت هذاك مصطفى مرزوق ايش يعمل؟ يعني هو الصلاحيات للي عنده المقدرة يتفضل. كانت عندي علاقات طيبة. هو ما عندوش المقدرة؟ لا 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 لا، كانت مو كل إنسان وشنو هو تكوينه. أنا تكويني انترناسيونال دولي. حتى هو تكوينه انترناسيونال بشوي مش كيف كيف. فوالا وين مش كيف كيف؟ لا مش كيف كيف، يعني تاخذ دو بروفيل. يعني انا عديت حياتي كامله نخدم ما بين ثلاثة قارات فيوميا نجي نعمل في خطابات، في تعاملات، في مسان الفكر، ثقافتهم كيفاش تتعامل معاهم، كيفاش تنجم تتفاوض معاهم، فما كاباسيتي نتاع التفاوض. هذه كل تجربه، كل واحد ومساره، كل واحد ونقاط القوه نتاعو. معناها نقاط القوه نتاعك ما تنفيش نقاط القوه الاخرى. خلينا نرجعوا للسياسه الخارجيه. اليوم يلزم جانب ان ديمونسيون ايكونوميك تري امبورطونت. ما فماش من الحاجات اللي لازمها تتغير اللي تابع على الخارجية والعمل وفي اختيار حتى السفراء والممثلين، يلزم عندهم جانب اقتصادي، جانب حتى تكنولوجي، لأنه أنتم تعرفوا شباب اللي اليوم التكنولوجيا تمس كل جوانب الحياة، ما هاشي كان جانب تقني، تمس السياسي، تمس المال والأعمال، تمس حتى الجانب الاجتماعي بالسوشيال ميديا. فمن المهم التركيز على هالجانب هذايا، أني تكون دبلوماسية نشيطة، دبلوماسية فيها جانب اقتصادي مهم. هذاك علاش حتى يعني ما نسميه اليوم بوزارة التنمية، احنا في رؤيتنا لازمها تكون تابعة للخارجية، ومن مهام رئيس الجمهورية كونه يحرص على فتح الأبواب لكل الطاقات التونسية، لكل يعني لي برودوي تونيزيان، ويكون زاد كيف كيف من الناس اللي تساهم في جلب الاستثمار وتحسين صورة في الخارج. وهذا شنو يعني؟ يعني ما فيهاش كان العلاقات بين الدول، فيها العلاقات مع المؤسسات الدولية وحتى المؤسسات الناشطة في الميدان الاقتصادي والميدان المالي. فلو بروفيل تشوفه في العالم كامل، يعني تشوفه ناخذ في فرنسا او في امريكا، تشوف لو بروفيل نتاع لي بريزيدون، ولا عندهم جانب اقتصادي وجانب دولي مهم. حكيت على فرنسا، أمريكا، على ماكرون، على نوعية القيادات اللي اليوم موجودة في الدول هذه وكل شيء. Ce sont des modèles qui vous inspirent ? لا، c'est pas des modèles، mais تفسير لشنو صاير في العالم والتحولات اللي صايره في العالم. احنا ما عندنا حتى موديل، نمشيو بالخاصيه التونسيه، ولكن زاد كيف كيف لازمنا نفهموا واقعنا الاقليمي، واقعنا الداخلي قبل كل شيء، واقعنا الاقليمي، واقعنا الدولي. اليوم كل صراحه من الاخر اللي موش فاهم هذايا، يعني ماناش شوف من الحاجات اللي نعيشوا فيها اليوم واللي تؤسفني على اليوم، شوف الديبا بوليتيك، الحوار والمشاكل كل نهار عندنا مشكل كل نهار، علاش صاير؟ وشوف العالم فين متوجه. هذا التحول الرقمي اللي صاير في العالم، التحولات هذه غدوه، حتى راهو مش كان الشباب ماهوش لاقي فرصته، حتى اللي عنده فرصته اليوم واللي قاعد يخدم يعني مهدد. تعرف الروبوتيزم، الديلوكاليزاسيون اللي صارت قاعده توا سي لوكاليزاسيون، واحنا بعد على هذا كله. اذا كان ماكش فاهم الشيء هذايا باش تلقى روحك اوجو ماكش تكور. فاحنا لا نحبوا نكوروا، نحبوا نكوروا ونحبوا نربحوا، نحبوا نكوروا على بال الكل. يلزم الانفتاح، عندنا
الموارد البشريه اللازمه، كيفاش نهيئوها، كيفاش نحلوا له الافاق. نحب انا التونسي الشاب لهنا كي يخدم ينجم يخدم عنده فرص، يخدم على كاليفورنيا كيما يخدم على الصين كيما يخدم. انا من الحاجات اللي عملتها في منذ عشرة أشهر كنت في الصين وقابلت حتى الرئيس الصيني، لانه مهم زاد في الجانب هذايا نوثقوا علاقاتنا مع لي بارتنير اللي نتعاملوا معاهم تاريخيا، ولكن نفتحوا على عالم جديد قاعدين فيه ديناميكيه وفيه فرص كبيره لتونس. كي نحكيوا على العلاقه بالخارج فما موضوع ما نجموش نتجاهلوه او نتنساوه، خاصه على علاقاتك بالخارج. وهنا نحكيوا على فوتر بي ناسيوناليتي، انت زاد حامل الجنسيه الفرنسويه وكنت تعهد في قبل الانتخابات باش تتخلى عليها. ما تحس بحتى انتماء لفرنسا اليوم؟ لا ما في حتى انتماء، انا التونسي المنشا والصنع والقرايه والتكوين والمشاعر، وهذاك علاش تلقاني موجود معاك اليوم. هذه شوف انا جاوبت عليها بكل شفافيه، يظهر لي الوحيد اللي نشر الجواز نتاعو لانه ما عندي حتى عقده مع ذاك. انتمائي كان للوطن كان لتونس. هذه عندك تقريبا 500,000 تونسي يتعداو بنفس الشيء، تجي مرحله من المراحل عائليه ولا مهنيه باش يثبتوا إقامتهم يقوموا به. 500,000 تونسي أنا أكد لك انتمائهم كان الوطن. ولكن أنا أعتبر فما قانون، وقبل فما قانون يظهر لي هذه صار فيها نقاشات وتقرر في القانون، فما أمور واضحة. احنا باش نفوتوا القانون، أنا خذيت المبادرة باش نتخلى وجي لانسي لا بروسيدور نتاع التخلي على ممكن تقول لي تونسي 100% بعد ما خذيت الجنسية الفرنسوية؟ سامحني أما هذا ذكرنا وتقول لي فما امور براتيك وكل شيء، ذكرنا بالناس اللي تورق باش تريق امورها. معناها كي ناخذوا جنسيه عاده فما اعتناق لبلاد معينه، الهويه معينه، لثوابت معينه. معناها 5.5 مليون تونسي انت كل خرجتهم من التونس نتاعهم؟ لا ما خرجتهمش. كيفاش؟ بالعكس انا هنا نسائل في الخيار نتاع انه ناخذوا جنسيه اخرى، هذا حق مضمون من حقوق الانسان، لكن التخلي عليها هل انه مساله c'est juste une question pratique الجنسيه او مساله انتماء جدي لبلاد معينه والثقافه معينه والهويه معينه؟ جاوبتك عليها يعني عندنا في فرنسا، عندنا في امريكا، عندنا يعني التوانسه موجودين وجنسيات التوانسه يقعدوا 100% توانسه. وانا نقول لك اكثر من هكاك، عديت تقريبا 27 عام في الخارج. شككتش في التوانسه؟ شككتش في القناعه اللي تهز الاعتناق جنسيه ثانيه؟ خليني على الاقل نحكي لك على اللي نعرفهم الكل، واللي عرفتهم هم مئات باش ما تقولش الاف. انا نعرفك انت متفقين. انت قدامي ونحكي معك. لا مخلي نحكي لك الاخرين ما همش جزء من لا جزء الموضوع. جزء مهم. لا جزء مهم، جزء مهم. احنا الفرق انا ماذا بيا حتى المسؤولين، لانه فما برشا مسؤولين عندهم جنسيات مختلفه اليوم. انا الوحيد اللي حطيتها على الشفافيه، فانا نطلب من العباد الكل تحط على الشفافيه وخلي الامور تبدا واضحه يعني للناس الكل. نحسوا البديل في وحده نسبيه على مستوى الحزب. راهو الاحزاب الكل تقرب من ائتلافات، تدخل ائتلافات، تخرج منها، تحاول تصيغ شراكات. لكن البديل قام بتجربه في البلديات اللي هي تجربه الائتلاف المدني، اللي كي نغزر النتائج نفهموا اللي هي تجربه فاشله. لكن بديل ما عودش من وقتها حتى للتشريعيه هذه اللي هي معناها رهان انتخابي صعيب، خاصة أنك مترشح للرئاسية وفي صورة انتخابك باش تستحق سند برلماني قوي. البديل قعد في وحدة معينة رغم وسطيته ورغم أنه ما يهاجم حد. علاش زعما؟ لا شوف، قبل كل شيء احنا عملنا خيار. تكوين أي مشروع خاصة تكوين حزب عنده أطواره. العباد اللي اليوم يتكون وغدوة يتبلانجا ويحب يعمل كبير ماهيش هذاك. احنا بدينا نكونوا بشويه بشويه، نبنيو بشويه بشويه حتى وين تو اليوم وصلنا للاستعداديه. وهاكم شفتوا يعني في الانتخابات التشريعيه احنا من احزاب القلائل اللي قدمت مرشحينها في 33 دائره وما غير ما صارت لنا حتى مشاكل، لانه قاعدين نعملوا في بنيه صحيحه. هنا اللي يجي ملي تولد يحب ينط ويدخل السباق. حتى تجربة الاتحاد المدني ما دخلنا بحتى قائمة للبديل. علاش تجربة الاتحاد المدني؟ لأن هي أول تجربة باش نشوفوا كيفاش الأمور تتشكل، وحاولنا احنا كنا الدافع باش يكونوا فيها أكثر مستقلين وأكثر شباب. فقلنا هذيك باش تتكون فيها بيبينيير نتاع جيل جديد في المحليات، باش بعد 5 سنين بعد 10 سنين نلقاو ناس ينجموا يتحملوا مسؤوليات بالتدرج وبالتدرب. فكانت
المشاركه هذيك في نظره بعيده المدى مش في هات قداش باش تربح وقداش تسحب، وهذاك علاش ما عندنا حتى ما قدمنا حتى قائمه اسمها بديل. اليوم نحن نعتبروا روحنا جاهزين اكثر من غيرنا، لان ثلاثه سنوات وقت اللي الناس تخدم على الضرب والتشويه، احنا نخدموا على برامج، نخدموا على سياسات عامه، نخدموا على تكوين شباب، تكوين جيل جديد بالقياديه، قاعدين يتدربوا بالمحتوى كما قعدنا نخدموا في قواعدنا وفي الانتشار. وذاك علاش اليوم نعتبروا روحنا جاهزين، حاملين المشروع، ونحبوا ندخلوا في التشريعيه وندخلوا في الرئاسيه، لانه الدوله واحده والرؤيه واحده، وما فماش رئاسيه ضد مؤسسه نتاع دوله ضد مؤسسه اخرى نتاع دوله. نحب يكون عندنا حضورنا وتاثيرنا من اجل الدفع عن الامام والدفع عن مستقبل تونس. فما تقارب معين مع احزاب من شانها انها تكون شريكه في الحكم لو كان تكون عندكم اغلبيه او حاجه تقرب للاغلبيه؟ بطبيعه الحال تعرف انت طبيعه النظام والقانون الانتخابي، ماكش تكون وحدك وضوء في الساحه. فاحنا يعني حددنا الاطار اللي نجموا نعملوا فيه الشراكه. اول حاجه هو مبني على يعني برامج واضحه، على يعني ضرورة القيام بالإصلاحات، ضرورة تشريك العائلة اللي ننتمي لها. على هالباز احنا تعرف شو معناها نتصور غدوة اي شيء باش تكون هكا تقاسم واحد. هي حتى كان نعملوا حتى كيف المانيا، كان لازم نعديو شهرين نتفاوضوا بالارتيكل شنو باش نعملوا في البلاد هذه، مع توسيحها للمنظمات اللي هي مهمة، لأنها معنية كما معنية الأحزاب بواقع البلاد، عندها ممثليها، معنيها بواقع البلاد، يعني التوانسة يعيشوا معنا، عندهم عمال، عندهم مستثمرين، عندهم أصحاب مؤسسات. نحب نكونوا هالقاعدة هذه، ففي إطار احنا طارحين أمورنا واضحة، نتعاملوا مع العائلة اللي نسميها أنا العائلة الجمهورية ولا العائلة الوسطية هذه. فهذاك علاش كبيرة العائلة هذه عاد؟ أيوة، نحن ماذا بينا نوسع أكثر ما يمكن على أساس مشروع. هذاك علاش كثفنا. سمحني، شكون فيها العائله هذه؟ هذه الحساب اللي تعرفهم برغم المؤاخذات اللي عندنا، لانهم هما يتحملوا مسؤوليه الحصيله اللي وصلت لها البلاد، لكن كيفاش نغزروا للمستقبل؟ شكون هم الحساب اللي نعرفهم؟ فما 200 واش حزب؟ لا لا، ما فماش 200 واش، انت تعرف. كان نقولوا في العائله، لا شوف، تحب نسميه، تحب نسميه، نعطيك شكون عملنا معاهم اتصالات باش تبدا الامور واضحه، ماهيش حصرا ولا تعطيك فكره على وين اللي كونتور. عندنا اتصالات مع أفاق تونس، عندنا اتصالات مع مشروع تونس، عندنا اتصالات مع نيدا تونس، عندنا اتصالات مع تحية تونس. يعني هذم العائلة اللي بالرغم المؤاخذات هم يتحملوا في جانب منهم المسؤولية. احنا ما نش بش نقعدوا نعملوا كيلو خرين نفتكوا في بعضنا، عندنا ضرورة نغزر المستقبل، عندنا ما نقدمه نحبه، كان فما إمكانية نتوحدوا على أساس برامج واضحة، نرجوها للتوانسة بطريقة واضحة كل شفافة، نبعدوا على كل الوعود والكذب والتبلهيط، ونمشيو معناها ديريكتومون للأهداف هذه بطريقة واضحة. نجيو للبرامج، شنو ما مانيش ندخلوا في التفاصيل أو في القطاعات بالقطاع ولا حاجة، أنا اقتصاديا شنو ما أهم ثلاثة خطوط، الخطوط العريضة للبرنامج الاقتصادي أو التحويرات اللي ماذا بكم تعملوها على المستوى الاقتصادي؟ شوف، قبل كل شيء نحكيوا على الدولة، في فلسفة الدولة يلزم الدولة تلعب دور مغاير للي لعبته. الدور شنو؟ قبل كل شيء الدولة هي لوكعام، الضامن للمناخات، الضامن لاستقرار البلاد، الوحدة الترابية، الضامن الاستقرارات برشا، مشكلة الاستقرار الأمني، الاستقرار زادة كيف الجبائي، الاستقرار القانوني. ولكن الدولة يجب يكون عندها دور استراتيجي، هي استشرافية، وما تنجح حتى دولة إلا ما تعرف، لأنها هي عندها نظرة شمولية، هي عندها علاقاتها بالخارج، يلزم عندها استراتيجي، ان كاب واضح. احنا شو كيفاش نراو تونس؟ نراو تونس بلد منفتح فيه الحريات. في الحريات راهو مش كان حريات التعبير والحريات الفرديه، حريه اقتصاديه، حريه المبادره، حريه الابداع، حريه الاستثمار، حريه سيب. انا نقول لهم شباب، اكثر اعانه تحب تتعاون بها الشباب، سيبوا هذا الباي بال، لا وهذا لا وهذا، اعمل رخصه هذا ذاك. علاش انا بالمهم تحرير المبادره، ولكن الدوله زاد كيف عندها واجب تأطيري وتضامني، لا سوليداريتي، التماسك الاجتماعي، معناها التعليم، الصحة، فما ضروريات اللي هي تمثل كرامة المواطن، واللي هي يعني ضرورية. الدولة يلزمها تتراجع من قطاعات معينة بخلاف التعليم والصحة؟
مثلا؟ فما قطاعات الدولة تلقاها حاضرة جدا اقتصاديا فيهم؟ شوف، هي كي نحكيو على الدولة نحكيو على جانبها العمومي جانبها الخاص. الأهم في هذاك يجب تكون عندها مؤسسات ناجعة ومؤسسات تنافسية، لأنه تعرف التنافس ماهوش كان داخلي في العالم مفتوح، وإحنا ماشي مصلحتنا مش ننغلقوا، إحنا نحبوا يعني نفتحوا المجالات لأنه عنا ثقة في أنفسنا كي نفتحوا. الحل لتعزيز تنافسية مؤسسات الدولة اليوم كيفاش؟ الحل لتعزيز تنافسية مؤسسات الدولة اليوم، شوف هذا داخل في العقد الاجتماعي وداخل زادي كيف في طريقة التعامل مع المنظمات. الطرح اللي موجود تو ماهوش هو الطرح الباهي، لانه كنت تشوف في التعامل مع المنظمات يعني تعامل بعد ساعات متشنج، وتعامل هذايا الحاصرين في زيادات لا مش هذايا مش هذايا. احنا اليوم في 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 حواراتنا مع المنظمات هذه الوطنيه فيه انفتاح كبير من اجل رعايه المؤسسات. راهو مش مهم شكون يملكها المؤسسه، راس مال خاص ولا، لانه في الاخر كل ملك الدوله. راه حتى كان انت عندك مؤسسه خاصه لما تبدا تنافسيه وتنتج الثروه، وش معناها تنتج؟ تخدم لي البطاله، تعمل لي تصدير، تكون عموميه ولا خاصه ماهيش لذا الخاصه مطروحه لا كحل من الحلول لتعزيز تنافسيه المؤسسات العموميه. لا شويه هذه شفت نمشيو للخوصصه ما تعرفش هكاك يا ودي، احنا في عالم اخر. انا لا 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 وسطي انا ما عنديش ماني مؤثر بحد. شوف انا مؤسسه عموميه، اذا كان نجيب لها حكومه باهيه وردها ناجعه بالعكس خليها تقعد عموميه، ماهيش مشكلتي يعني. لكن لو كان ماهيش ناجعه وما عندهاش قدره تنافسيه، الحل نتاع الخاصه مطروح. تو انت ماهيش ناجعه وماناش قادرين نردوها ناجعه الدوله، بالك الخاص باش يجي ياخذ لك حاجه باش. لا لا مش صحيح. مساله الخاصه مش مطروحه. الخاصه ماهوش هو الهدف بالنسبة لنا، احنا الهدف نتاعنا سي ان اوتي parmi d'autres سي ان اوتي quand il le faut bien évidemment. ماكش تخلي حاجه لازم تتعود تعرف كل المؤسسات اجتماعيا. قلت الدوله الضامن زاده العديد المسائل الاجتماعيه، نحكيو على الريتريت، نحكيو على الكريز دي كاس سي ان ار بي اس وسي ان اس اس، نحكيو على فما المشاكل هذه الكل باش الدوله تضمن الامن الاجتماعي هذاك. هذا من اهم القضايا، لانه تعرف العقد ما بعد الاستقلال هو عقد متكامل قائم على ضمان الدولة لبعض الحقوق، معناها منهم التربية والصحة، ولكن زاد كيف كيف منظومة كاملة كانت توفر للناس الشغل، وكانت تحمي الطبقات الضعيفة، وكذلك تحمي المتقاعدين. اليوم الوضعية اللي وصلنا لها مع المتقاعدين وضعية تحشم. فمن أهم الإصلاحات اللي طرحينها هي إصلاح منظومة هذه التقاعد، لأنه ما هوش معقول الناس اللي خدمت 30 و 40 عام اللي كونونا احنا واستثمروا فينا في عوض باش نزكيوهم. كي تاخي شكون هم الناس؟ تيم وبابا الله يرحمه ووالدتي وعمي وخالي، الكل معناها هما اللي استثمروا فينا، هما اللي صرفوا علينا، هما اللي شقاوا علينا. اليوم احنا عندنا في ثقافتنا يا خويا كيف الواحد يكبر ماذا به يرد الخير لبوه، احنا باش نحيوا لهم الخيرات هذه. فهذه من الاولويات اصلاح المنظومة التقاعد والحيطة بالمتقاعدين، وأنا أقول لك حتى قبل من اللي يخدموا، لأنه مش مقبول بالكل. فمن ناحية هذه عنا زاد كيف مشروع إصلاحي كامل، منهم إدماج الصناديق هذه وطريقة تمويلها، فمشروع كامل وقاعدين نحكيوا فيه حتى مع الأطراف الاجتماعية. بالنسبة لقطاع التعليم والصحة اللي حكينا عليهم بكري كضمانات تقدمهم الدولة، هما نراو الاثنين أنهم اليوم يمروا بأزمة في القطاع العمومي، وفما انتعاش معين للقطاع الخاص على المستويات هذوما، من اللي الحقيقة يضر إلى حد ما بالمساواة كقيمة حتى يتبنيها الدستور ما بين المواطنين الكل في الحق في الصحة، في الحق في التعليم، في الحق في بيئة سليمة أيضا. كيفاش تخموا باش تواجهوا الحكاية؟ شوف لهنا إذا كان فما حاجة نشحتنا أحنا كونه كان عندنا منظومة بتاع تعليم اللي وصلتك أنت وصلتني أنا وخلقت عامة التعليم، خلقت نخبة اللي كانت مقتدرة باش وصلت بالبلاد للمرحلة هذه، واللي نعتبرها إيجابية في مسارها ولو عندنا كثير من النقائص يلزمنا نعالجوهم. هذا حاجة من الضمانات بتاع الدولة، يلزم توفر لكسي النفوذ لكل طفل تونسي، لكل تونسي وتونسية، لتعليم معناها تعليم مودرن وتعليم ناجع. احنا كنت تفكر في وقتنا، ولا ممكن انا اكبر منك، قبل اللي يمشي في مدرسه خاصه معناها ما نجحش في يعني المدرسه العموميه كانت هي العنوان نتاع الامتياز. اليوم الوضعيه اللي وصلنا لها
وما كانتش تقلق المدرسة الخاصة، ما كانت تقلق حتى واحد. علاش ولا تقلق اليوم؟ لأنه هبط النيفو نتاع التعليم العمومي. فمن الإصلاحات الكبيرة اللي يلزم نقوموا بها، قلت لي شنو هما الحاجات؟ تو دابور إصلاح الإدارة، تو نرجعوا له، وإصلاح المنظومة التربوية. علاش إصلاح المنظومة التربوية؟ أنت شباب وتعرفوا شنو اللي صاير في العالم. اليوم قبل المنظومة كاملة نتاع التربية كانت قائمة على تراكمات نتاع لو سافوار. أنا تتعلم وتحفظ تتعلم وتحفظ تتعلم. اليوم لو سافوار ديسبونيبل، يلزم بوكو بلوس معناها دو فليكسيبيليتي في التعليم، منفتح، فما دي سوفت سكيلز، هذا مهمين. وتاخذ يعني الطفل تاخذه من 3 سنوات وتواكبه، تدخل له التكنولوجيات الحديثة. طريقة التعليم يلزم يكون نمشيو في تعليم تكوين مستمر، ما عاد شكل لي غروند زيتاب. هذه اللي تاب تاخذ دبلوم الاول، بعد تاخذ دبلوم ثاني، بعد تاخذ دبلوم ثالث، وتعتبر كونك متهيئ. لا، تعرف اللي الخدم نتاع المستقبليه فما جار منها ما نعرفوش. فالشانتي الكبير اللي باش نحلوه في التعليم هذا شانتي بالنسبه لنا استراتيجي ومهم، اللي فيه حقوق النفاذ للتعليم معناها دو كاليتي لكل مواطن، ولكن مراجعه، وتبدا المراجعه هذه بخدمه مع المربين. المربين راهو ساعات نشوف انا في بعض نتعداو بهكا بازمات اجتماعيه وكاننا ناخذوهم اعداء. لا لا، هما الحل. يلزم نرجعوا في فلسفه التعليم مع الثوابت النفاذ للتعليم معناها ذو جوده، ولكن زاد كيف نركزوا على المربي، على ظروفه، على ظروفه، وخاصه على تكوينه، على مواكبته لكل ما يصير. تعرف انت معناها اذا كانت تاخذ اي منظومه اليوم في العالم، اقتصاديه، تربويه، تعليميه، وتقعد تقول هذه نجحت لي الخمس سنين الاولانيين ما عادش نبدلها، يعني بعد الخمس سنين اللي ما تصيرش مراجعات، بعد 5 سنين باش تفشل لك. احنا عندنا تقريبا 30 عام واحنا نمشيو بنفس المنظومه، جاء وقت باش نبدلوا. صارت تغييرات في المنظومه التربويه. تنقيحات، ولكن مش في فلسفتها الكبيره. لازم نواكبوا اللي صاير في العالم، وهذا اللي باش يفتح لنا مجالات التوانسه. أنا كان كونوهم بالقدا، يعني فما مجالات كبيرة. أنا بحكم درايتي يعني مارست في كثير من البلدان، يعني تعرف شنو عندنا 600,000 بطال ولا 700,000 بطال. إذا كان كونوا راهو الفرصة اللي موجودة بالملايين في 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 العالم كامل، لازم تعرفها، لازم تعرف كيفاش تهيئ. شوف حتى في برامج التكوين وبرامج التوجيه اليوم، مشكلة في البطالة، مش كان الاقتصاد ما يخلقش، معناه ما فماش تناسب ما بين حاجيات سوق الشغل وما بين التكوين. به نمشي، وحكينا اقتصاد، حكينا على الجانب الاجتماعي، نمشي للجانب مهم برشا عندنا في نوايات اللي هو الجانب الحقوقي. في أول الحوار هذا قلت اللي أنتم متشبثين منظومة حقوق الإنسان بالدستور وكل شيء. في نفس الوقت فما اليوم مجموعة من المسائل اللي مطروحة، اللي هي جدلية جدا لكن مطروحة، والتموقع حولها نجم نستعملوه كمؤشر للتشبث بالقيم، بقيم حقوق الإنسان. من أولها وأكثرها اللي مطروحة وفيسع فيسع باش تعديوا عليهم خاطر 4 بوان كل مرة نسمي لك واحد منهم، المساواة في الميراث. حزب البديل ومهدي الجمعة كمرشح للرئاسية كيفاش يرى المسألة؟ احنا بدينا لك التشبث تبع أولوية الدستور. الدستور من هنا واضح فما مساواة. وانا نذكر حاجة أخرى، فما حتى معاهدات دولية، فكل الناس اللي اليوم قائمتنا خوضة واحد راهو نهارت اللي وفقت على الدستور ونهارت اللي صاحت على المعاهدات هذيك مشيت في المساواة، مساواة في جميع الجوانب. هذه اليوم الغلطة اللي صارت في طريقة طرح الموضوع، رديناها وتهورها ومنعرشنوه ودخلناها في سفاسف، والدولة ما كانتش حاضرة. لما صارت مسألة الأحوال الشخصية كانت نفس الريزيستانس ونفس الروبتور اللي صارت في الوقت هذاك، ممكن حتى اكبر. ما وقت سيتي ان ريجيم اوتوريتير. لا شنو لا 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 ما كانش ريجيم اوتوريتير. لا لا مش ما كانش ريجيم، ماهيش هذه اللا نتاعي. اللا هبطوا بثقلهم، الدوله هبطت بثقلها في عمل بيداغوجي في اكومبانيومون اللي ما صارش. احنا بطنا بوليميك كبيره. انا نقول لك حاجه، كانت الدوله سلطويه زاده، فماش كون ينجم يعارضها ولا يقول لها لا مانيش موافق. شوف اقرا التاريخ شويه، ممكن عاونت هذيك، ولكن اهم جانب يعني شوف يعني الناس دارت البلاد بقعه بقعه وحاولت تعمل بيداغوجيا. نقطه ثانيه، الفصل 230 من المجلة الجزائية اللي جرم المثلية الجنسية وينص على الفحص الشرجي، مع أو ضد إلغاء الفصل هذا؟ مع إلغاء الفصل، لأنه متعارض مع فصول أخرى من الدستور اللي هي الحريات الفردية. شوف باش نسهلوها، باش تبدأ عندنا منظومة ناجعة، فما فضاء عمومي
هذاك فضاء عمومي عنده قوانينه، وفما فضاء الخاص هو اختيارات شخصية. عقوبة الأعداء إلغائها أو لا؟ خليني نتكلم كشخص. سالش لا لا. نتكلم كشخص. لا لا لا، يعني مناش بنعملوا فيها سياسة، باش نكلمك بقناعاتي. أنا مع معناها تقليص هذه ولا حتى إلغاء عقوبة الأعداء إلا في بعض الحالات. الإرهابي يلزم يقعد، واللي يمس الطفل الصغير بالنسبة لي أنا الله غالب. تتقبل السياسيين ما تتقبل السياسيين، أنا أب عندي أولادي، يا أخوي اللي مسلي أولادي ما نرحموش. Les valeurs familiales sont très présentes في حملتك، بينما حملات مرشحين أخرين ترتكز على نبذ العائلة كإطار وتبجيل المؤسسة والدولة على العائلة. وين تحطهم هذوما في الأوردر دو بريوريتي، خاصة أنه اليوم نحكيو في تونس على نوعا ما هيمنة عائلات، حكم عائلات. سفير الاتحاد الأوروبي باتريس بيرغاميني بيدو في حوار مع لو موند حكى على الديمونسيون هذه وهيمنتها على الاقتصاد التونسي. العائلة مش ماذا بيها تقعد في الدار سي مهدي؟ لا، بالنسبة لي أنا ما فماش تناقض بين الدولة وبين العائلة، يعني كيف في شؤون الدولة تقعد في الدار، ولكن كي نشوفوا الدولة راهي مجتمع زادة. المجتمع إذا كان ما عندوش حاضنة وعائلة متماسكة، وإحنا في تونس أنا تربيت على البلوغ نتاع العائلة، قيم نتاع العائلة. أنا لتوا تقول لي أغلى حاجة إيش عندك؟ تو نقول لك والدي والدتي وعائلتي وإخواتي ومن بعد أولادي. هذا ما تنقضش، وهذا ما يتناقضش، بالعكس كي تعطيهم تربية باهية وكيف تفتح لهم مجال. وبالعكس أنا نتصور كونه اليوم يلزم يكون دعم أكثر للعائلات والأخذ بيديهم، فهذا ما يتناقضش. وين تولي الإشكالية؟ كي يبدأ التداخل مع شؤون الدولة، هذا فما فصل، فما المجال العمومي وفما المجال الخاص. في المجال الخاص بالعكس نحب ندعم العائلة. النقطة الرابعة في النقاط اللي تتعلق بقضايا حقوقية مطروحة اليوم، القانون 52 لتجريم المخدرات، فما اليوم منادات بعد تنقيحه بإلغائه أو بعدم تجريم المخدرات أو بتقنين استهلاك المخدرات. وين انت في هذا الكل، في المقترحات هذه الكل؟ في المقترحات احنا نشوف، انا اللي قلقني يعني في معناها قبل كانت الامور محميه وما كانتش عندنا الافه هذه، فكانت العقوبه شديده. اليوم افه يعني موجوده واقع هذا. انا اللي قلقني كونه شاب معناها على كيف زطله نقدره على حياته، لا صلحت المجتمع، بالعكس لا صلحته هو، زدت خلقت مشكله. فأنا مع مزيد من المرونة والأخذ بعد الاعتبار اليوم أمور واقعية، ما هوش حاجات اللي أنا ننصح بها. مزيد مرونة كيفاش؟ فما تنقيح حتى السلطة التقديرية للقاضي، أكثر مرونة كيفاش؟ السلطة التقديرية للقاضي يظهر لي أول حاجة مع تشديد العقوبة على الادلاء هذوما اللي يتاجروا فيها، لأنه هما المسؤولين على هذايا. قديش رفع العقوبة مثلا للادلار؟ لا شوف، قداش واحد وكل شيء، ما غير ما ندخلوا في لي ديتاي، لازم تكون جذريه، لازم تكون جذريه. هي توصل حتى لعشر سنين تقريبا سجن، من 7 ل 21 سنه على القضيه الواحده. على القضيه الواحده ايه. فهذا معناها في المبدا العام احنا مع تخفيف العقوبه، خاصه على الشباب، اللي لانه الهدف نتاعنا بالنسبه لنا احنا ماهوش باش أنا هو لو ماكش بتقضي عليه، نقولها حتى بكل صراحة، ليش نوت كيف جوان سايب علينا؟ شنو باش تمشي تحبسوا؟ طلع العقوبة، ما تحبسوش، سايبوا، يا خويا ماك تعتبر حاجة واحد، أطروا، أعطيه، تعرف إذا كان تحل المجال، هو شنو اللي يلز على هذا؟ يلز معناها لي بيرسبكتيف، ما فماشي آفاق، آفاق قاتمة، إنسان كي تعطيه آفاق ويخدم على روحه ماهوش باش يمشي للشيء هذايا، يبي داخل في حرياته الشخصية. يلزم من هنا المجتمع يتطور في نظرته الحاجات الجديدة اللي يلزمها هضم، ولكن أنا مش مع فكرة شاب على خاطر تكيف سيجار ولا تكيف زطلة باش نمشي نقدره على مستقبله، لا، بلوتو نلوج على حمايته وتوعيته أكثر من الجزر والعقوبات والسجن. مواقف واضحة؟ لكن في نفس الوقت في فترة 2014 رينا فاق كبيرة برشا تاع تجريم للحركة الاجتماعي، محاكمات الشباب من الثورة وحتى في الفترة هذيك، الناس كانوا خرجوا تظاهروا احتجوا كل شيء، صار تجميد نشاط 157 جمعية قيل أنها متعلقة بالإرهاب، لكن لليوم الحقيقة ما فماش شفافية حول
لي بروف هذوما وبرشا من الجمعيات هذوما عاودوا استأنفوا نشاطهم. مسألة القانون 52 زاد وقتها كانت سخونة برشا بديزافير سوكسيسيف معناها، وانت وقتها كنت خديت الكلمة وعبرت على موقفك من الظاهرة هذية. عام 2014 شنو ما كنتش تنجم تعملوا باش تضمن مجموعة من الحقوق اللي كنا نحكيوا عليها، وشنو اللي وعلاش تنجم تولي تضمنها بعد 2019 في حال انتخابك رئيس الجمهورية؟ بس قبل كل شيء انتم 14 تحبوا تحملوني لازم نعمل كل شيء اللي ما عملوش في 20 عام حتى في الاسم. لا 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 مش انا وحدي ايه والا لا 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 انتم يعني اخرينا خلينا من نوات احنا نتوجه برشا ببليك اللي يقول لي وش بكم ما عملتوش. يا دي فهم حاجات بنيه تحب لها خمسة وبنيه تحب لها 10 سنين وبنيه احنا على الاقل اللي احترمنا حق التعبير لنهار صحافي ومدون الحق له أذى منا، ولنهار كلمت صحافي بالرغم اللي تعرضنا الموجات وهذا عادي لأني نعتبر اللي يلزم حرية التعبير ولو فما جوانب تسيء ما بشوية بشوية هذاك خير من التعتيم على في الحريات. أنا في الحريات الفردية ما 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 ما, ما, ما قمعت حتى احتجاج اجتماعي. في الجمعيات إيه، في الجمعيات ممكن الحكومة الوحيدة اللي خذت قرارات لغلق 157 جمعية، لأن هذيك الكل جمعيات كانت علاقة لها بالتطرف الديني وتمويل الإرهاب، فما معهوش لعب. وكنت هجمت هجمات كبيرة صارت لي حتى متواصلة على أساس السبب ذاك، ولكن رجل الدولة تبدأ الدولة مهدرة ويأخذ قراراته ويتحملها. تقول لي خارج القانون، أنا قلت لهم قدامكم القانون وتفضلوا. إلى يومنا هذا ما شفتش حتى قضية أو شيء يوريني أن أنا خارج القانون، لأنه فما لعب بالدولة. هو كما حكاية المساجد، بل كان ضد الدين ولا ضد المساجد، 500 مسجد خارجة على الدولة، خارجة على النظام، يعني فيها خطاب يدعو للتسفير، خطاب يدعو للتشنج، بالك شنو قد تفرج فيهم؟ قال شنو حريات؟ لا مش حريات، أخذناهم رجعناهم لإطارهم وبعد رجعناهم دور عبادة. ما ناشي ضد الدين ولكن ضد استعمال الجمعيات واستعمال الجوامع لحاجات اللي هي ضد الدولة، ضد وجود الدولة، ضد أمنها القومي. فمن هذا نجم تكون واضح إذا كانت تتعاود نحاول ناخذ نفس القرارات وبنفس الصرامة، وما عندي حتى إشكالية. إذا كان إنسان مش يقعد يديه مرتعشة وهو كان وكانوا يعملوا لي، لا 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 لا، هذيك القرارات متاع أمن قومي تونسي ما فيها حتى يعني حتى هيزيتاسيون. مهدي جمعة رئيس الحزب البديل التونسي، اسمه الحزب البديل بكري واحنا نحكيه. اقتصاديا لو كان نلخصه، اقتصاديا المشروع اللي حاملينه تحرير المبادرة، تحرير الاستثمار، حرية الابداع اللي انت قلت عليه اللي هي تدخل زادة في السياق الاقتصادي، مع المحافظة على مجموعة من المكاسب الاجتماعية كما مجانية التعليم، الحق في الصحة، اتسترا. في المستوى السياسة الخارجية تعزيز الجانب الدبلوماسي الاقتصادي، خلينا نقوله في السياسة الخارجية التونسية من ناحية التحالفات، منفتحين على القوى السياسية اللي حكمت تونس في الفترات اللي فاتت، كانت بالجانب الاقتصادي الاجتماعي أو من المقاربة السياسية أو التموقع السياسي الوسطي. مهدي جمعة حزب البديل التونسي اليوم يطرح أونوفر تشبه برشا باش ما نقولوش متطابقة لأكثرية الأحزاب التونسية اللي ناشطة. وين البديل؟ أنا مش متفق معك هنا. وين البديل؟ وين الأوفر اللي تشوف فيها؟ تحدى الناس اللي مارست مازال ما نعرفوش شنو برنامجهم. خرجنا من خمس سنين. أما هاك عندك استعداد باش تتعامل معه؟ نتعامل لأنه هذيك القوة، غدوة حاجتك بقوة برلمانية، أما في إطار الطرح اللي طرحينه. بالله تقول لي كيف الغميض الأخرين توا فما شكون مارس السلطة؟ شنو عمل؟ شفت فاهم برامجه أنت كل نهار ونهار بمشاكل، بشوية بوز، بشوية عرق، بشوية هذيك الفرق. احنا لا بالحق برامج مستقات من خبرات، وبرامج مستقات من درايه بالدوله ودرايه بالمجتمع التونسي اللي هي متكامله تحلنا على الحداثه، دخلنا للقرن 21 تفتح الافاق. هذا الفرق. اما بتجي تعمل لي انشا واحد وبعد ما تعرفش كيفاش تنفذها وماكش فاهم حتى في اي اطار، فهذا سهل هذا الفرق
في الناس اللي جبناهم، في الشيء اللي عملناه، برامج واقعية، برامج قابلة للتنفيذ، عندها آلياتها، نعرف ونرسمه يعني استراتيجية. خلي مش من عقل نكسروش معقدوهاش على الناس أكثر منك. نعرف أنا الشاب اللي اليوم يحب يستثمر، يحب يعمل أي استثمار في جهة، كسوا في الديجيتال ولا في كوميرس، الواحد نعرف إيش لازم ونعرف إيش نسهلها له، ونعرف عندي تجارب في العالم وين نجحت ونجيبها مش نحلوا الأفاق. هذا الفرق. أما مش نغني عليه ونعطيه شوية وعود، هذا مش من سمتنا، وهذا ما تقاسموش مع الأحزاب الأخرى، وهذا الفرق الكبير. والفرق الثاني كون عنها ماشي من دراية بالواقع التونسي، من دراية من زادة كيف تجربة في الحكم وتجارب أخرى. يا أخي أنت حتى التجارب الأخرى، تجارب في التسيير، ساعات نسمع كيف تسير أنت شركات عالمية، فما حاجات تحاوك ما تتعلمهم. راهي بعض الشركات راهي البيجي نتاعها 10 مرات البيجي نتاع بعض البلدان، ماهيش سهلة. فالتراكم هذاك مع التجربة في المجال العمومي، تجربة ممارسة السلطة، هذا الكل يجعل منك قادر باش تخرج حاجة موالمة للبلاد، حاجة تحل بها مشاكل العباد، مش ظاهرة شوية هكا متاع بوبليسيتي ومتاع ماركتينج بوليتيك، اللي من بعد ملي تشد بلاصة لا تجيب للناس المناسبة ولا قادر تعمل شيء وتقدم للبلاد. مادي جمع مرشح رئاسيات اللي سابق الأوان، نذكر بشيء هذايا، الموعد الانتخابي هو 15 سبتمبر، الحملة الانتخابية تبدأ على قريب فعليا وقانونيا، نحكي على الحملة الانتخابية خاطر عند برشا ناس بدات قبل وقتها. مرحبا بك على الحضور اليوم، نكملوا نتبعوا اخبارك واخبار الحزب البديل التونسي من هنا للتشريعيات زادة. شكرا، بارك الله فيك سي ثامر، يعطيكم الصحة الأولاد.